احنا مازلنا مواصلين اخبارنا في ظل موجه الحر اللي تشهدها بلادنا الايام هذه. اكد البارح المهندس اول في المعهد الوطني للرصد الجوي محي الدين بن صابر ان الموجه هذه ما زالت متواصله خلال الايام القادمه والى غايه نهايه الاسبوع، وباش تشهد درجات الحراره بدايه من غدوه الخميس انفراج نسبي في مناطق الشمال، لكن باش تبقى مرتفعه بمناطق الوسط والجنوب.